من يثقل كاهل الموازنة؟ رواتب الموظفين والمتقاعدين أم رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة؟ جدلية تحتدم أمام عجز الدولة عن تأمين الرواتب. عام 2020 ارتفعت رواتب الموظفين والمتقاعدين والنفقات التشغيلية إلى أكثر من 80 تريليون دينار سنوياً بنسبة تتجاوز 60% من الموازنة الاتحادية، فماذا بقي منها لمشاريع الاستثمار والإعمار والبنى التحتية في خزينة أنهكها التضخم والترهل الوظيفي؟ يتهم ذوو الراتب المحدود كبار الموظفين وذوي الدرجات الخاصة بالهيمنة على موازنة الدولة بمخصصاتهم التي قد تتجاوز 6 أضعاف رواتبهم. في المقابل يرى خبراء الاقتصاد أن مجموع الموظفين في البلاد الذي يقترب من 5 ملايين موظف يمثل ترهلا خطيرا في دوائر الدولة، وهو من يهددها بالإفلاس. حل الأزمة لا يكمن في تعظيم موارد الدولة وإنما في تخفيض النفقات المتنامية، يؤكد الخبراء الاقتصاديون. وهنا تصطدم إرادة تخفيض النفقات بأعداد هائلة من الموظفين، فإما تسريح بعضهم أو تخفيض مخصصات كبار الموظفين من ذوي الدرجات الخاصة والنواب والرئاسات الثلاث. وهنا تعود الجدلية ذاتها والاتهامات المتبادلة من جديد. من يثقل كاهل الموازنة؟ تسريح عدد كبير من الموظفين سيواجه حتما بتظاهرات حاشدة ستثني الدولة عن القرار المقترح، في حين سيواجه تخفيض مخصصات كبار الموظفين أيضا من قبل السلطة التشريعية. ومع استمرار عجز الدولة عن تأمين رواتب موظفيها، سيكون الحل الوحيد بحسب مختصين هو دعم الاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص اللذين يواجهان مشاكل مثل ضعف الشبكة الكهربائية وانتشار السلاح المنفلت والفساد الإداري.